ويا هلا، اخدنا الفيديو السابق غرزة الباسكت، ولكن النهاردة كمان هناخد غرزة الباسكت. ازاي ده وليه هتعرفوا في الفيديو ده. السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة ان شاء الله هنشتغل مع بعض برضو غرزة الباسكت. غرزة جميلة، وزي ما شفتوا هي عبارة عن اعداد. وقت ما بتبعها خلاص كل حاجة بتكون مظبوطة معايا. كمان غرزة الباسكت بتكون غرزة مزيج كده ما بين غرزتين، هي الغرزة العدلة والغرزة المقلوبة. لما بجمعهم مع بعض بتكون لي غرزة الباسكت. جمعنا الغرزتين دول تحديدا مع بعض وعملوا لي البليسي التنسيف. احنا اخدنا الغرز الاساسية، ولما بنبتدي ندخلها ونجمعهم مع بعض بيدوني اسامي غرز تانية تماما. دي حاجة لازم تكونوا عارفينها. النهاردة كمان هنشتغل مع بعض غرزة الباسكت. يا ترى ليه؟ اولا غرزة الباسكت لما باجي ابدل فيها بيكون شكل الغرزة كل مرة مختلف. الاختلاف ده احيانا بيكون مربك البعض منكم، فالنهاردة احنا هنفك الارتباك ده تماما ونفهم اكتر عن الغرزة اللي احنا اخدناها. يلا بينا. اول حاجة هبتدي بيها هو طبعا الابرة بتاعتي. هستخدم معاكم ابرة السابقة رقم 4، والمرة دي هستخدم معاكم الخيط ده في الشرح. تبديل في الغرزة اللي احنا هنعملها النهاردة هي نفس الغرزة اهي، ولكن التبديل بتاعها هيكون سريع جدا. صفين صفين وغرزتين غرزتين، مش هنعمل 4 ولا كل 5 اصفف او كل 4 اصفف نبدل. هنبدل كل صفين وهنشتغل بس الغرزة بتاعتنا 2 2 2. تمام، ده بيكون شكلها. يهمني تعرفوا انه مش كل الغرز بتليق مع كل الخيوط، واحنا قلنا الكلام ده قبل كده. الغرزة المناسبة لكل خيط هتلاقوها في فيديوهات فكرة في دقايق موجودة عندكم، ومعمولها قائمة كاملة تقدروا تدخلوا عليها وتستفيدوا اكتر من اسئلتكم انتوا شخصيا. الخيط ده كان تحفة في غرزة النسيج، ولكن زي ما انتوا شايفينه في الغرزة بتاعتنا النهاردة مش بارز قوي ومش لايق جدا. برضو يهمني تعرفوا انه الغرزة دي بتليق في الالوان الدافية والدكنة اكتر منها في الالوان الفاتحة. هبتدي معاكم ب18 سلسلة. طبعا لو لاحظتوا العدد بيختلف تبعا لاختلاف شكل الغرزة بتاعتي. من ظهر السلسلة هاخد كل الغرز بتاعتي. بعدين بعمل ايه؟ برتفع سلسلة وبسحب كل 2 مع بعض. دروس تعليم التونسي بتفهمك كل حاجة عن الابر، والابر اللي احنا بنستخدمها في الكسانيت كده، ابر الكروشيه العادية، الصف الاول من الكروشيه التونسي، مسكة الابرة، حاجات كتيرة جدا. لو حابة تستفيدي ادخلي عليها. كده سحبنا كل 2 مع بعض، وده اول صف موجود معايا في التونسي. من ضمن صف تاني هتلاقوه برضو في الدروس دي. اول حاجة هبتدي بقى اسستم الغرزة بتاعتي. انا قلت لكم ان انا هعمل 2 غرزة عدلة 2 غرزة مقلوبة لنهاية الصف. فعلى طول هدخل واسحب. طبعا هتعلمنا بناخد ازاي شكل الغرزة. بعدين نلف على الابرة لقدام، وادي الغرزة بتاعتي. انزل اللفة واسحب. دي غرزة مقلوبة، غرزة عدلة، 2 غرزة مقلوبة، 2 برضو. والنظام ده هيفضل معايا لاخر الصف. تمام، نتأكد مرة تانية. ادي 2 عدل، 2 مقلوب، 2 عدل، 2 مقلوب. اخر سلسلة باخدها من الجانب لو كانت غرزة عدلة. ارتفع سلسلة وبسحب كل 2 مع بعض. شايفين؟ طبعا بداية الاصفف دايما ما بتكونش بارزة بكفاية، فهنشتغل تاني صف كمان، او خليهم حتى صفين عشان يبرزوا يعني وتفهموا قصدي. شايفين الغرز 2 2 مش اربعات زي الغرزة السابقة بالشكل ده. وادي غرزة عدلة. الغرزة العدلة كلها يا بنات بتكون اهي، وفي مربع اهو جنبها. بدخل انا كده في الغرزة، ومن المربع الفاضي ده بروح، شايفين، بسحب الغرزة بتاعتي. غرزة مقلوبة، بلف على الابرة لقدام واروح اخد طرف السلسلة كأني هعمل غرزة بسيطة. الطرف اللي ناحيتي من ورا مش باخد اي حاجة. انزل اللفة اللي انا لفتها لقدام كده. بعدين طبعا انا اقدر اعمل الغرزة دي في كذا حاجة زي ما قلت لكم من قبل، ولكن لما بتكون رفيعة بتكون حلوة قوي كديكور في كوفية او في بلوفر، او ان هي تكون شنطة تكون جميلة جدا. باسكت بحد ذاته
كده، يعني مش بس الغرزة اللي اسمها باسكت، لا تعملي بيها باسكت بجد، لا تحفة قوي هي عامة. يعني غرزة السلال دي هي غرزة الباسكت، فبتليق قوي مع الحاجات اللي هي خاصة فينا. هم بدأوا يبرزوا، ولكن انا هشتغل صف تالت ونرجع مع بعض نبدل. واشتغلنا كمان صف، دلوقتي نبدل. لف على الإبرة لقدام، انزل اللفة واسحب كده، انا عملت غرزة مقلوبة. وبعدين اروح اخد اللي كان غرزة مقلوبة بقى عدلة. دلوقتي اللي بقى عدل بقى مقلوب، فاهميني اهو. طبعا التبديل فيها على طول وسريع قوي، كل صفين صفين او ثلاثة ثلاثة على حسب ما انتي محددة. انزل اللفة عشان دي غرزة مقلوبة فوق العدل. طبعا الغرزة دي لخبطة فيها سريعة شوية، ولكن وقت ما بتتعودي عليها خلاص، يعني بيبقى صعب ان انتي تتلخبطي، الا طبعا لو الخيط فاتح فاحيانا بيدي لخبطة اشد زي الخيط. اخر غرزة بعملها برضو بالطريقة دي عشان تبرز معايا ان هي غرزة مقلوبة، واسحب كل اتنين مع بعض. اشتغل بقى فوق اللي انا عملته ده صفين كمان. اللي هو غرزة عدلة اشتغلت فوقيه غرزة مقلوبة والعكس، وكده هو التبديل تبعي تم. زي ما انتم شايفين الغرزة تبعي مش بارزة قوي، بيبرز فيها بس شكل الغرزة العدلة كخطوط كده رايحة جاية بس. لو صغرتي حجم الإبرة، ويفضل ان انت تصغري حجم الإبرة طالما هتعملي البص من النوعية دي مش من النوعية دي، ما تروحيش للإبر المتوسطة، روحي للإبر الصغيرة قوي، هتديكي منظر بارز للغرزة. وبكده غرزتنا النهاردة تكون خلصت، غرزة الباسكت ولكن بشكل أصغر. صغري حجم الإبرة، حتى لو حجم الخيط كبير هتديكي تأثير حلو للغرزة دي، إنما لو هتعملي غرزة الباسكت زي الفيديو السابق مش مشكلة إن انت تخلي حجم الإبرة متوسط لصغير، لكن ما تكبريش حجم الإبرة قوي عشان مش هتبرز معاكي شكل الغرزة. غرزة مقلوبة تحب الإبر الصغيرة، وطبعا احنا عارفين إن الغرزة العدلة تحب الإبر الكبيرة، ولكن اللي بيبقى طاغي على شكل الغرزة هو الغرزة المقلوبة. نروح على منطقة حياد ما بين الغرزتين، فبنختار إبرة برضو وسط. وبس خلاص غرزتنا النهارده تكون خلصت، ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد وغرزه جديده. مع السلامه، ما تنسوش اللايك والشير، وتابعوني على الفيس والانستا لو حابين. مع السلامه، باي.